شيخ، بما أننا احنا في نهايه هذه الحلقات الثلاث، شيخ اظن عندك قصه تريد ان تختم فيها. نعم، تكمل لهذه القصه. شاب يا شيخ، شاب في مقتبل العمر كان يلعب كوره، لسه هذه القصه جديده، كان يلعب كوره وحس قبل الاذان بنص ساعه انه الاذان حيأذن. قام استاذن وقف، قالوا لي باقي على الاذان نص ساعه. قال نص ساعه، انا كلي تراب، ابغى اغتسل، اتروش، استحمى، اتوضا واروح المسجد. فيقولوا يا شيخ، هذا بيقولوا اصحابه، يقول له جاء عند طرف المرعب واتكى على السياره، حط يده على السياره كده، شعر بنغزه في صدره. فزهم يا فلان تعال، قال له ايش بقى؟ قال له شعر بنغزه في صدري، اديني مويه، ابغى مويه. فجابوا له مويه بسرعه، جابوا له الكاسة قاروره المويه الصحه الصغيره وحاسلة. يعني الشاب هذا، شوف قصته في الاخير من لسان والده ووالدته، يعني شيء يبكي يا شيخ. لما جاء جابوا له المويه، قبل يرفعها على فمه قرور، قبل يرفعها قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. ما كمل القتال وزو على كبوت السياره، نطق الشهاده واخر كلمه ومات. ايش الشاهد في القصه هذه؟ الشاهد القصه هذا انه هذا الشاب عريس باقي له شهر بيجهز بيته، وجايبين له تصريح من زوجه اقرب من قريبته من دوله عربيه، جايبين له التصريح وفرحان ووحيد امه وابوه. كلموني اجي عنده في البيت عشان اجهز. دخلت عليه في غرفه هو بملابسه الرياضيه، حتى الشراب ما خلعوا منه. ايش الشاهد في القصه دي؟ والله يا شيخ اقلبه في يدي واتذكر انه كان يلعب زي الحصان مع زملاء، والان جثه هامده، وبكره انا، وبكره انت، وبكره فلان، فين عدينا لهذا؟ وتخش امه يا شيخ تلطم فيها، تلطم في قدها، واللطم من الجاهلية. لكن الموقف كان محزن. ايش تقول له؟ تهزه، تمسكه من حوائجه، تقول له قوم يا فلان، انت ما انت ميت، انت دوبك تاكل نار. مو مصدقه. تقول له انت دوبك قاعد تاكل معاه، انت ما انت ميت. يعني كل الواقفين اتاثروا بوكاله، خبط فيه، تقول له انت ما انت ميت، قوم. يعني كان منظر رهيب. تقول له قوم، عروستك جايه بعد شهر، عفشك جاهز، السياره اللي طلبتها من ابوك جاهزه، فين حلمك؟ كان منظر لا يستطيع تحمله. لكن اسال الله العظيم ان يكون من اهل الصلاح وبار لوالديه، وان احسن خاتمتنا في الدنيا والاخره. شكرك شيخ، شكر جزيل على صبرك ويانا في الثلاث حلقات. يا اخوان، ترى هذه نهاية الدنيا، هذا مصيرنا، هذه حياتنا، وهكذا تنتهي. اما تنتهي والعياذ بالله بسوء خاتمة، تسود وجوه وتبيض وجوه، او تكون بحسن خاتمة مثل هذا الشاب، خرج لأجل الصلاة، كان يقدر يلعب، كان يقدر يطوفها، كان يقدر يأجلها ويأخرها، لكن شوف رحمة الله فيه، شوف آماله وأحلامه، الشهر القادم يتزوج، لكن الموت أقرب. لا تقول أنا ليلة القدر أو بعد رمضان أو بكرة. تضمن بكرة؟ تضمن تشوف غروب الشمس أو طلوعها؟ والله ما في أحد فيني أضمن. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. القصص اللي ذكرناها ترى مو تسلية،